الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة، نحن لا زلنا أو يفترض علينا أن يكون السلام في المال والأحكام الإسلامية المتصلة به في آخر العام. يعني فضل لنا محاضرة واحدة اللي باقية غير هذه، وبعدها بناخد عطلة حتى نلتقي لعام جديد. الحقيقة ان موضوع المال كما عرفنا خطورته يستحق الدراسة المتأنية الهادئة، لاننا لسنا كلنا في مستوى واحد من قوة الفهم، ولا بد ان نقف كلنا وقد عرفنا ما هو حلال وما هو حرام فيما يتصل بتعاملاتنا نحن، يعني التعاملات التي نعيش فيها، فلا اقل من ان كل واحد يدرك هل هو بيتعامل في البيع بطريقه حلال ام بطريقه حرام، هل هو بيتعامل في التجاره في الصناعه في امور حياته اليوميه تعاملات مشروعه ام هي تعاملات بعيده عن الشرع. فان كانت بعيده عن الشرع فالمشكله فيها كبيره، لان كل عقد باطل كل عقد باطل يعني لا يتفق مع الشرع. المال المترتب عليه يسميه عامة الفقهاء ربا. ربا يعني ايه؟ يعني مال حرام لا يحل الانتفاع به، انما على من حصل عليه ان ينفقه على الفقراء والمساكين او ان يعطيه لبيت مال المسلم، لأن الجسم الذي ينبت من حرام يعذبه الله تعالى يوم القيامة. إذن هذا موضوع ما ينتهي في محاضرة أو محاضرتين، يمكن يحتاج إلى أكثر من 20 محاضرة في السنة المقبلة بالنسبة للجوانب المتأنية الهادئة اللي بنتكلم فيها واحدة واحدة خطوة خطوة. من أول ما نمسك البيع هنتكلم بعدين عن التجارة، هنتكلم عن الجو الصناعي، هنتكلم عن الراهنات، عن المصارف، عن الأمور اللي احنا بنسميها الشفعة وغيرها، هنتكلم عن ما يتصل بالإطار العام في الشركات اللي بتعيش في جونا، وهل الشركات القائمة قائمة على وضع إسلامي صحيح أم هي قائمة على باطل، وبالتالي ما هي الأحكام المترتبة على صحتها أو على بطلانها. لابد، وأنا أعدكم أنني لن أكون كعهدي دائما، لن أكون متزمتا ولا أبحث لكم عن الطريق الضيق، إنما كدأبي دائما أعرض آراء العلماء على اختلاف أنواعهم، الأقدمين منهم والمحدثين، ثم إن كان لي رأي في النهاية أذكره، لأننا لسنا مجتهدين، إنما نعرض العلم حسبما بحثه العلماء بأدلته مع اقتناعنا نحن
بهذه الأدلة. طيب المرة اللي فاتت تكلمنا عن موضوع له أهمية وهو الربا، وقلنا إن الربا يأتي في البيع كما يأتي في الرهن كما يأتي في الصرف كما يأتي في الصرف، وفيه ربا اسمه ربا الخبو ربا الزيادة وربا اسمه ربا النسيئة يعني ربا التأجيل. والسلك علشان نلخص كلامنا بسهولة فيه ستة أصناف الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها وقال هذه الأصناف يجري فيها الربا: الذهب والفضة والقمح والبر والشعير والتمر والملح. وقلنا ان الذهب والفضة وحدهم والتمر والشعير والقمح والملح دول وحدهم. فبالنسبة للذهب والفضة اذا بعت ذهبا بذهب في شرطان: الشرط الاول التماثل في الوزن، يعني اللي اعطيه لك مثل اللي اخده منك في الوزن تمام، ولو كان الذهب يختلف ولو كان ده مكسر وهذا سليم ولا طيب هذا تبايع لا يمشي، يبقى اللي يمشي قالك بسيطة انا ابيع الذهب السليم بالنقود وبعدين اشتري منك انت الذهب كل ما عرف. كذلك الكلام في الفضة وعرفنا ده. الشرط الاول هو ان يكون كل واحد ما دام ببيع ذهب بذهب او فضة وفضة يكونوا متماثلين في الوزن. الشرط الثاني ان انا اطبقك في المجلس قبل ما نتفرق، فلو افترقنا يبقى العقد بطل. طب لو اجلت قلت لك شوف يا فلان خذ الذهب ده وانا عندي ببيعه لك بالذهب اللي انا هاخده منك الان دلوقتي ابي 20 كارات او 20 جرام ب 20 جرام، فحضرتك انت تفضل قلت لك لا خليه عندك لغايه ما اروح الف في السوق كده واجي ايه اخده، انا لم اقبض، هذا يعتبر ربا اسمه ربا النسيئة. النسيئة يعني ايه؟ ربا الاجل، ربا التأثير. انا ما اتكلمتش لغاية دلوقتي عن الحكمة لان عملية الحكمة وضع بسمة، لكن بسرعة الذهب والفضة والاربعة اللي ذكروا من اصول اقوات الناس وقيمهم، قيم اشيائهم. يعني ايه؟ يعني الذهب والفضة دول اللي احنا بنتعامل بهم هما العملتين اللي بيعتمد عليهم الناس في البيع والشراء وفي حياتهم المالية كلها، يعني لهم خطورتهم. حضرتك طلع بعد ما طلعت من عند الرجل جت وقعت فمت، يبقى مين يعرف الدين كانت 100 جرام عند فلان الصائغ؟ ما حدش يعرف. يبقى دي ثروة ممكن جدا انها تضيع على اولادك، فالشرع فيه بيديك الحيطة الكبيرة رحمة بك وبمن بعدك ممن يرثونك، فيمنع التأجيل. يقول لك اقبض وقبض. طيب افرض ان انا قبضت وعاوز اتركه كوديعة، يبقى في حاجة تانية اسمها عقد الوديعة، عايز اتركه امانة، في حاجة اسمها عقد امانة دي لها حق ودي لها حق، لكن اللي احنا فيه الان اسمه بيع. كذلك الفضة مع الفضة، اما ان كنت بتبيع فضة بذهب بيبقى فيه شرط واحد بس انك تقبض وتقبض في المجلس.
طب ليه برضو؟ قال لك لما احنا عرفنا ان دول لهم خطورتهم. عظيم، انتهت. نروح، لو كنت انا هاخد الذهب والفضة واروح اشتري بهم قنص او شعير وراح اجن الثمن. قال لك جميل، يجوز انك انت تشتري القنص والشعير وتاجن الثمن، لكن عند التأجيل بنعمل عملية ثانية بقى. بنجيب واحد ونقول يلا نكتب عقد بأن فلان له عند فلان مبلغ كذا، نسجله وقت كذا، اسم ده دين، هيبقى اسم عقد جديد اسمه عقد الدين. طيب نروح مع الأصناف دي الأربعة اللي هي البر والشعير والتمر والملح. لما بتعامل واحد بالثاني بيبقى شرط واحد بس، قمح الشعير لسه يزيد لكن لابد من القبض في المجلس، لكن قمح بقمح يحرم الزياده ويحرم تأجيل القبض عن المجلس، يعني تاخذ السلعه وتاخر الثانيه يبقى حرام. طب افرض ان انا ما قبضتش السلعتين، قال لك يبقى عقد البيع لم يتم، يبقى العقد هنا باطل لان دول شرطهم القبض في المجلس. ما حصلش اي قبض في المجلس يبقى ما فيش عقد عندنا، لان ده بني على باطل، وما بني على باطل يبقى فاسد، وده بيريحنا جدا. خلصنا من ده. قلت لكم طيب العلماء خافوا على القمح والشعير والتمر والملح اشياء كثيره. اعدل راي في الموضوع هو راي الامام مالك، بيقول لك ان كل الاشياء اللي احنا بنكتاك بها يعني بناكلها وصالحه للادخار علشان نخزنها يعني يدخل فيها الاحكام دي. يبقى لو احنا بنتعامل في الذره يبقى برضو لو ذره بذره يبقى عايزه شرطين، لكن ذره برز يبقى عايزه شرط واحد ان احنا نخبط في المجلس. لو بنتعامل في السكر، السكر بنخزنه يبقى عاوز شرطين. لو بنتعامل في الرز، رز برز يبقى عاوز شرطين، لكن رز بسكر او رز ببر يبقى عاوز شرط واحد اللي هو القبض في المجلس. ده رأي أنا قلت لكم على هذه الآراء. قلت لكم الظاهرية وأنا معها، قال يا جماعة النبي لم يذكر إلا الستة، فالربا يجري في الستة دول بس، أسبنا فهمتم، وأما الباقي فلا دخل. طيب إيه هو ربا الرهن؟ قال لك الرهن حضرتك بصورة سريعة، حضرتك مثلا لك او جه محمد وقال لك اعطني 1000 دينار، قلت له 1000 دينار دول قرض؟ قالت نعم. كنت قلت له انا الحقيقة يعني ما استطيع ان اتامن الايام بتمر وما حدش عارف مين يحيى ومين يموت، انا عاوز حاجة اضمن بها المبلغ بتاعي. قال لك بسيطة، المبلغ بتاعك تضمنه انا شاري سيارتي 75 2500 دينار، ممكن ارهنها لك؟ قلت له اه وموافق عليه. هتدفع بعد امتى؟ قال لك هدفع بعد 6 اشهر. وترك لك السياره رهن، هل يجوز حضرتك انك تستفيد بالسياره؟ يعني تاخد السياره تركبها وتشتغل بيها؟ الله. إذا فعلت ذلك فقد انتفعت بالقرض، أنت أعطيته 3، فإن فعلت يبقى استفدت بالقرض، وبالتالي القرض جاب منفعة، وهذا هو الربا. الربا اللي دلوقتي عن طريق السلف يبقى حرام. حضرتك خدت مني مثلا 1000 دينار، انت عندك قطعة ارض زراعية فانت اعطتني قطعة الارض رهن. قلت لك بسيطة، بس انا ازرع بقى قطعة الارض واستفيد واخد منها الزراعة بتاعتها لغاية ما تعطيني انت المبلغ بتاع، يبقى انا باكل ربع على طول دلوقتي.
حضرتك مثلا في بالنسبة للحيوانات خدت أعطيت واحد مثلا 100 دينار وأخذت البصرة بتاعتك بتاع البصرة أنت مسكت البقرة بتاعته استغلها ليل ونهار كل ما حد يقول لك تقول لي بفلوسي أنا راجل برهن عندي أما أجيب الفلوس ياخدها في نفس الوقت هذا أيضا انتفاع بالمرهون يبقى حرام يبقى كل باردة أمال سيدة الرهن إيه؟ قال لك يا سيدي سيدة الرهن انك تطمئن على المبلغ اللي انت اعطاه لاخيك تطمئن عليه انه ممكن يسدد ما هو عمل افلاس او متعود انه يربك الناس ولا يقضيك حقوقهم على طول انت بترفع قضيه وتبيع السياره بامر المحكمه وتاخذ اموالك يبقى أنت ضمنت مالك بالشيء المرهون هذا هو الغرض من الرهن لكن ليس الغرض أنك تستفيد بالمرهون مقابل الأموال بتاعتك أنت في الوقت ده هتبقى إنسانا مراديا فكل ما استفدت به يبقى ربا طيب الموضوع القرض ده احنا عرفنا ده الموضوع القرض بقى هذا قال لك القرض هو السلفة يعني انا بعطيك بسلفك قرشين انا طبعا اللي بسلف دلوقتي واوعى تفكر ان انا هسلفكم لان يعني الحكايه العبد يسيبه زي ما انتم عارفين انما هفترض ان انا راجل دلوقتي عندي مثلا 200,000 دينار 500,000 ما هو بالارقام وراني يقول مليون هيضرب حاجه هو حد هيجي حاسبها بكره حد قول اللي انت عاوزه فحضرتك جيت قلت لي انا عاوز منك مثلا 5,000 دينار طب ماله خد ال 5,000 دينار بكام تاخدهم؟ قلت لي 5%، قلت لك لا 5% ما كان 7-10 المهم اتفقنا على مبلغ معين هذا اسمه قرض في القرض يعني انا اعطيك القرض واسترد ان مقابل المدة اخذ مبلغ معين هذا الشرط جعل المبلغ ده ربا وهذا الذي كان موجود في الجاهلية مع النوع الثاني جات السنة والمبلغ من حق ان انا اخده فحضرتك جيت اعتذر وقلت لي تسمع انا اصلا دخلت بالمبلغ ده في عمل تجاري مهم جدا وربنا مكسبني فيه فانت ادهوني كمان السنة قلت لك انا ادهوني لك في السنة الاولى ب7%. انا بقى بلاقي المبلغ بفوائده ادهولك السنة اللي جاية دي ب15%. يا راجل اقول لك ليه من كان عارف السوق طلع لفوق وحضرتك كسبان 100% في البضائع اللي انت جبتها فلما انت كان 15% مستشار عليك احنا كلنا انتفاعيين وكل واحد يدور ازاي ياخد من الثاني حتة طبيعه المعامله هي دي. طبعا هذا اسمه الربا اللي هيتحول بعد كده الى ربا الى ربح مرتب يعني الحاله الاولى هتبقى ربح بسيط لكن لما انا امشي بهذه الطريقه يتحول الربا الى ربح مرتب فالربح البسيط والمرتب الاثنين حرام ولو كان حتى فنجان قهوة يعني ازاي قال لك اسمع بقى اسمع ما قاله الفقهاء فقالوا مثلا
حضرتك كنت لا تعرفني الا في الدرس، لا بتزورني ولا بزورك ولا بتجاملني ولا بجاملك. لما جيت اقترضت مني 500 دينار او 5000، بعدها وجدتني كل يوم رايح عليك في المحل، السلام عليكم يا ابو فلان. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، ضروري انت ترحب بيا لان انا لي عندك فلوس. فانا جلست معاك النهارده، شربنا الفتان الثاني، بعد كده جبت لي شويه عصير في اليوم الثاني، حسيت ان الحكايه يعني وراها حاجه، وعملت لنا اكله. وبعدين البضاعه قدامي وانا عاوز، اذا كان اكلتها انا بس العيال، ففي الموسم رحت خبطت قطعتين من القماش وارسلتهم البيت. من اول استكانة الشاي وفنجان القهوة، هذا يعتبر ربا وسحتا حرام، كل الحرام، ونار تدخل بطن من شربها. وتعرفت ان درهم ربا اشد من 36 جلدة. يبقى المسألة ده بسيطة، المسألة في منتهى الخطورة. ليه؟ قال لك لأنني لم أكن معتادا أن أستفيد منك قبل هذا، فأنا إمتى بدأت أستفيد؟ لما أقرضت، ففرضت عليك الشغلة دي اللي إحنا بنسميها في البلد، في بالبلد يعني، فرض عليك ثقل جنة، فرض عليك انك انت تنفق عليه وتعطيه ما لا تسمح به نفسك. اما لو كان حضرتك صديق ومتعودين مع بعض الجنة بعض، وجيت اقترضت مني مبلغ واحنا ظلينا على المجاملة العادية لم تجب، هذا لا شيء فيه، لانه لم يأتي في نتيجة القرض، انما الموجود هو استمرار لما كان من قبل، والقرض لم يجر منفعة. لان الربا هو ايه؟ ان القرض يجيب منفعة انت تفرضها على اللي اقترض منك، انت تفرضها على اللي اقترض منك، او اللي اقترض منك يضعها كشرط على نفسك. طيب، وكلمة تفرضها بتحتمل، سواء كان الفرض بالكلام او بتقل الدم. طيب نيجي لنقطة، يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام اقترب من سيدنا جابر. سيدنا جابر يقول فلما أوفاني الرسول صلى الله عليه وسلم ديني زادا، زادني عن المبلغ. ولما كان الرسول عليه الصلاة والسلام اقترض بعيرا صغيرا وجاء صاحبه يطلب بعيره، فهو خده واستفاد به، فجاء علشان يطلب مثل البعير بتاعه في السن، فوجدوا احسن منه، فالخازن ذهب الى الرسول عليه السلام وقال لم اجد مثله انما وجدت احسن منه، فقال اعطيه اياه فان خيركم احسنكم قضاء، فان خيركم احسنكم قضاء. هذا اخذ منه العلماء ما عشان نفهم امورنا فهم صحيح، وهو
لو أنك أنت اقترضت مني مبلغ 500 دينار، بعد ما انتهى الوقت جيت تديني 500 دينار، فحضرتك جبت 500 دينار وهدية تساوي لها 50 دينار مثلا أو 10 جنيه، الهدية دي جاية لا أنا صرفتها ولا توقعتها ولا العرف يفرضها عليك، فيجوز أن تأخذها، وأنت بهذا تعتبر محسنا وأنا بهذا أعتبر محسنا، أنا أحسنت في القرض وأنت أحسنت في الرد، هذا أنت عند السداد. أن أسماء الدين قبل السداد لا يجوز، زي ما قلت لك فنجان القهوة بيعتبر ربا، إنما هذا عند السداد فقط، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفقه، وهذا عليه أكثر الفقهاء. برضو نفس العملية بيقول فيها إيه؟ إنه يشترط إن ما يكونش العادة بتسرب هذا، العادة بإيه أخرى؟ ما في شرط فلاني أو كتابي، وفي شرط عادي. يعني إيه شرط عادي؟ يعني العادة جرت في البلد دي ان اللي يستلف ويقترض عند رده يرد اكثر منه، فكل واحد بيقرض واحد بيبقى متأكد بدون كتابة وبدون كلام، بيبقى مطمئن الى ان الرد سيكون أكثر. في قاعدة في الشرع بتقول في الأمور في المعاملات بالذات المتعارف عليه بين الناس كالمسروق ما لم يصطدم بأصل من أصول الشرع أو بقاعدة من قواعد الشرع ترد. طب عال العرف ده لما جاب زيادة، هذه الزيادة كأنها مدام صارت عرف كأنها مصروفة، هذا العرف الذي كأنه مصروف يتفق مع الشرع ولا ضده؟ ضده، لأن الشرط لما تردلي بزيادة حرام، هذا الشرط لا يجوز. إذا كان العرف مثل الشرط يبقى آخر لا يجوز. طب علامة إن العرف ماشي إيه؟ إن لو أنا أعطيتك 500 دينار وإنت رددتها كما هي أزعل واشتكي للناس، وممكن أرسل لك ناس، ممكن يعني أرسل لك ناس يقولوا لك عيب واللي أنت عملته ده كان غلط، انت عارف برضه ان يجب العين يكون فيها مية والواحد برضه يكون عنده ذوق ونشوف يعني هو يعطل امواله مدة سنة كاملة عشان حضرتك ترد المبلغ بالشكل ده. نفس العملية، هو ده نفسه شرط الربا. فاذا كانت العادة كذلك، العادة حاكمة، فالعادة تكسر، وبالتالي يبقى ما يأتي عن طريق العادة يعتبر ربا، وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء أو كلهم. لم يشذ إلا ابن حزم في كتاب المحلل. الموضوع بالحقيقة تكلم عنه المغني، تكلم بإسهاب بنفس الكلام اللي أنا بقوله. ابن حزم
تكلم بإثار بنفس الكلام اللي أنا قلته. لو رحت قرأت الروضة النبية طرح الدرة البهية للقميادي سوف تجد الموضوع ميسرا جدا وبنفس الكلام اللي أنا بقوله لك دلوقتي. ولو رجعت للشوكاني أو الصنعاني إحنا المدارة معانا فاكرين إن إحنا اتكلمنا في الموضوع ده. يا الإخوة أرض النقطة تكون معانا. طيب بناء عليه القرض إذا جاء بنفع فهو ربا. أنا يمكن المرة قلت لكم هتكلم فكرة سريعة عن البنك لأن خلينا منتظرين. هل وضع الأموال في البنك ما يأتي من ورائه من زيادة يعتبر ربا أم لا يعتبر؟ هنا تثبت كبير مع الأسف الشديد يا إخوة. نجد أن علماء الاقتصاد الذين لم يخرجوا لم يتخرجوا من كليات إسلامية العلماء المسلمين وبعض غير المسلمين يقولون إن ما هو موجود في البنوك من معاملات هو الربا بعينه مهما حاولت أن تسميه بأي اسم. ثم يذكرون كما ذكر الدكتور محمود أبو السعود أن الربا أهدوط الإنسانية يصل حسبما عرف العلماء إلى 4000 سنة وأن جميع الشرائع حرمت الربا. ثم إذا قرأت كلام الدكتور أبو السعود مع الدكتور محمد المبارك مع الدكتور محمد الجمال مع كلام أبو الأعلى المودودي وفي كتاب اسمه الربا للمودودي الربا مع الأسف أنا حبيت أجيبه لكم من المكتبات فلم أجد سوى 20 نسخة في مكتبة المنار فجبتها وقلتم موزعوها على بعض الإخوة لأن ما تستحق ما تعرض عليكم كلكم لكن أعدكم إن أنا أشوف لكم كتاب يتصل بهذا الموضوع فهم في قراءتي بالنسبة لكم جميعا. فلما اتكلموا قالوا إن دراسة المال من الجانب الاقتصادي من جانب الاقتصاد يعني ايه؟ فإن كان الاقتصاد العلمي يعني من جانب تسمير الأموال وزيادتها والإنتاج أو من باب التخطيط الاقتصادي اللي هو توزيع الثروة سواء درست من خلال هذا أو هذا فإن أشد ما أصاب الإنسانية ويصيبها بالنكسات المالية هو الربا. والبنوك المصرفية الربوية هي الداء العضال الذي يجب أن تتخلص منه جميع الدول وثبت جاءوا بآراء من أول سقراط 500 قبل الميلاد إلى أن جاءت أو قرب الثورة الفرنسية أو في أيامها قبلها بقليل جابوا كلام مارتن ليثر إلى كلام شخص الألماني الآن إلى سلسلة من رجال الاقتصاد الأجانب كلهم قالوا إن الربا هو أكبر داء يصيب الإنسان. وما قامت في الحقيقة لو بحثت عن أسباب الشيوعية
وأسباب الاشتراكية التي عملت ثورات في البلاد، فإن السبب الحقيقي من وراء قيام هذه الثورات كان التضخم المالي والاكتناز الذي صار في يد طائفة محدودة من الناس، أصبحت به تتحكم في البشرية، وأصبح الناس يباعون ويشترون. ولو كان اسم البيع والشراء لا يطلق عليهم، لكن الحقيقة أصبح الأغنياء والرأسماليون يتحكمون في الناس تحكم البائع والمشتري، ويتحكمون في الحكومات، ويتحكمون في أنواع السياسة، ويتحكمون في كل ما يتصل بالأجور وبالتوزيع، لأن المال في أيديهم. قامت الثورات من أجل ذلك كله. وما جاء هذا الاكتناز وهذا التضخم والتحكم إلا من طريق البنوك الربوية. إذن الربا أصل الجاء وسبب أكثر المصائب التي تنزل بالإنسانية في حياتها المالية وحياتها الاقتصادية. هذا كلام كلهم قالوا. طيب لما نيجي للإسلام ونحب نتكلم عن جانب الربا، ما تفكرش ان الكلام فيه يأتي منفصلا. احنا تعودنا هنا في محاضرتنا ان لما نتكلم كلام علمي لابد نجيب الاصول اللي بيبنى عليها اي موضوع، وانا دائما ضد الفتوى اللي في الزمن اللي احنا فيه ده، ضد الفتوى ان واحد يقول تعالى يا سيدنا الشيخ نعم، ايه رأيك في ان يعني امرأة نافرة من زوجها ومتربية تصلي؟ عايز يقول له ايه؟ اقول له روح صلاه. عايز ما اقول له ايه؟ ضرورة اقول له كلام ثاني. لو انه في جلسة عادية بقول له ان الزوجة بيسحقها المجتمع الذي تعيش فيه، بيسحقها الثقافة التي تلقتها، بيسحقها التلفزيون والإذاعة، بيسحقها الذين تسموا بالأساتذة كذبا وكانوا رزقا ومصيبة على بلاد الإسلام، بيسحقها مثيلاتها من النساء، بيسحقها الموضة والموديلات اللي بتحدث في كل وقت. فامرأتك تحت أنواع من الضغط أمثال الجبال، وأنت نفسك قبل أن تتوب كنت مسحوقا تحت ذلك كله. تحاول أن تنقذ امرأتك الغريبة كما أنقذت أنت. يعني إذا لابد من ذكر لأصل المشكلة علشان نعالج، لكن المسألة فتاوى تخبط تربط غلط، هذا ما بيعالج مشاكل المجتمع. كلمة فتاوى فقط، خد كلمة حرام تارك الصلاة أيوة بعضهم بيقول كافر، تاخد السلام وتروح تقول للست انت كافرة ومنتك على ذمتي وانت وروحي وبالثلاثة، ايه اللي حصل؟ انت غلط وانا برضه غلط والمجتمع اللي معانا غلط. ليه؟ لأن لابد. أما ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بأسه، نحن في مجتمع جاهل، يبقى لابد من دراسة للأمور اسمها دراسة مستوعبة. هذه الدراسة توصلنا إلى الخط السليم. فلما نيجي نتكلم صورة عامة برضه، الإسلام حين يأمر المسلمين، وانت أخذت هذا، يأمر المسلمين بأن يكونوا على قدر من الحب لبعضهم، أقل درجات الحب التي يصح بها به إيمانهم، الذي يصح به إيمانهم، اسمعوها، أقل درجات الحب
الذي يصح به إيمان المسلمين ويكمل أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك كما تحب لنفسك. وأعلى درجات الحب لأخيك أن تؤثر أخاك على نفسك. فمن بداية الحب لأخيك المسلم إلى مرتبته العليا نجد أن الإسلام يدفعك لتعيش مع أخيك المسلم في العقيدة، تعيش معه في العقيدة على حب، وتعيش على تعاون وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، وتعيش على إيثار يعني تؤثره أو تقدمه على نفسك، وتعيش على محاولة أن ترد بؤس البائسين وأن تسئس المحرومين وأن تنقذ المنكوبين وأن تكون إنسانا بمعنى الإنسانية، ولا تكون وحدا تنقد على من هو أقل منه فتسترسه. وإن من يسترس أخاه عن طريق المال حتى يفقره وحتى يذله ويجعله مسكينا لهو أشد ممن يفترسه بطريق الدين. إن الذي يفترس بطريق المال يجعل البؤس يخيم أزمانا طويلة. تكتب على ذلك أن تبيع المرأة عرضها وأن يتاجر الإنسان المنحوق تحت ضغط المادة أن يتاجر بالمخدرات وأن يعيش لصا وأن يسرق وأن يعمل الجرائم في المجتمع. كل ذلك حدث لأن الكارهين الطماعين الكفاة القلوب المتحجرين المدعين للإسلام المتمسلمين لأنهم كانوا بالإسلام كافرين، وادعاؤهم الإسلام هو نوع من الكذب والزور والبكاء. ولو كان والله لو كان الذين يزعمون الإسلام مخلصين في إسلامهم ما وجدت أسرة واحدة في أي بلد إسلامي تسقو بؤسا ولا سقاء ولا حرمانا. وإن الأسر التي تسقو لهي موجودة في كل بلد، موجودة في الكويت، وموجودة في كل بلاد الخليج، وموجودة في السعودية التي تصفح في المال والتي تعيش على جزيرة من البترول موجودة. وبعدين بندعي الإسلام. إذن هذا الخط خط يجب أن نؤمن به وندرس أن الاقتصاد في الإسلام يقوم على أسس من العقيدة ومن الأخلاق لا تنفك عن الخط الأساسي، لا تنفك. يعني مثلنا المال بيعيش لوحده بعيد في ناحية والعقيدة في ناحية، حضرته في الصالة له زبيبة وفي الشارع له مخالب وأنياب، أنياب زرق ومخالب وحشية صملة لا يقرب منه إنسانا إلا ويمتص دمه. إذن أهذا يصلي؟ أهذا إسلاميا؟ منتظرين إن إحنا ما ننفقش إلا على اللي بيصلوا؟ طب اللي بيصلوا هيبطلوا الصلاة عشان خطيرتي اللي بتصلي. مسألة خطيرة ما هي سهلة بالشكل ده. وأنا قلت لو أن الإسلاميين أثبتوا وجودهم لآمن الشعب، على الأقل لآمن الشعب بصلاحية الإسلام. لكن أعلن ومليون مرة أعلن أن الإسلاميين إلى الآن جميعهم لم يثبتوا وجودهم كإسلاميين في خدمة المجتمع
وفي خدمة الحياة الكريمة الإنسانية، وفي إثبات صلاحية الإسلام لأن يقود وأن يهيمن وأنه خير من غيره. الشرعية بتكتسح لا زالت، الاشتراكية بتكتسح لا زالت، الإسلاميين دائما لا زالت. لو قدرنا نثبت للشعوب كنا جعلنا الشعوب النهاردة أكلت حكامها، أكلت الحكام الذين يستوردون المبادئ القذرة العتمة ويفرضونها على الشعب فرضا، لكننا لم نستطع. لذلك عاش الشعب في فيه ولا يزال يعيش، واحنا بنعيش فين؟ في العزال، بنعيش تحت الارض. امتى؟ قال لك هيجي وقت، والله هيجي وقت نجيب الحكومه الاسلاميه، نجيبها بدون ما نعلن مبادئنا، ما نقنع الناس بها، ما نعيش كما عاش النبي محمد حتى يعلن دعوته للناس جميعا ويرسل بها الى الملوك والرؤساء. حسن البنا الله يرحمه كان بيعمل ايه؟ كان دائما يرسل الى الرؤساء الوزارات والى الملوك والى الامراء والى جميع من يصل اليهم كتابه او صوته ليدعوهم الى الاسلام، ومن وقت لاخر يعرض محاسن الاسلام ويعلي كلمه الله ويجاهد ويثابر ويمشي يفهم الناس بالاسلام هنا وهناك. ما ترك قريه من 4000 قريه، ما ترك إلا قليلا في جمهورية مصر العربية إلا ودخلها ودعا إلى الله فيها وأقنع الناس بجمال الإسلام وكماله. وفي اليوم الذي أقام فيه الإخوان المسلمون في مصر المستوصفات وأقسام البر والخدمات العامة في حوالي سنتين، دخل في دعوة الإسلام أكثر ممن دخلوا قبل ذلك في حوالي 13 سنة. ليه؟ أحس بجمال هذا الإسلام، لكن ما كانتش بقوة الإسلام، كانت في حاجة لأنها إحنا محتاجين إن إحنا ندرس نفسنا، محتاجين إن إحنا نعرف أخطائنا، ومحتاجين إن إحنا نعترف بها. فاللي أنا أقول لأن في أصل هنا له كلمة في حوالي ثلث ساعة هيقولها، اللي أنا أقوله ان الربا البنوك في جميع معاملاتها على اي اسم سميت وضع الاموال، ان سميت وضع الاموال في البيت وبيعه، او سميتها قرضا، او سميتها نوعا من الشركه، فكل ذلك ربا، لانه ان لم يصر فيه شروط الربا بمعنى فرض جر نفع فهو فيه العقد الباطل، والعقد الباطل ربا وماله حرام. ثم انت تشارك البنك في ان يستفيد بمالك ويعطي الاخرين بالربا، ثم انت تعين المؤسسه التي بنيت لهدم جميع المبادئ الانسانيه والاخلاقيه، وبدلا من ان نحارب البنوك حربا صعواء، فاننا نجد مع الاسف كما قلت علماء الاقتصاد غير المتخرجين من جامعات إسلامية يحاربون الربا، ويخرج بعض علماء الإسلام المتخرجين من جامعات إسلامية أحيانا تحت الضغط أو الإغراء أو التلفيق، ولأنهم لم يحاولوا أن يدرسوا دراسة واقعية يخرجون ليقولوا وإيه فيه يعني؟ ما تبقى حلال؟ ويجي فيه هنا وشيخ من هناك وشيخ والله يقول لو سألته إن هو التعامل البنك بالضبط لم يعرف عنه أي شيء، إنما لأن حضرة الشيخ أخذ الفلوس حطها في البنك 7% فالراجل صعبان عليه يقول لك إنها تبقى حرام، لابد تبقى حلال، ما دام الشيخ حط في البنك تبقى حلال، ولو كان الشيخ ما فيش تجيبه ولا فلس واحد يبقى حرام. لأنه ما حطش فلوس في البنك إذا كله حرام. أنا بقول هذا للبعض بالنسبة للبعض، أما الخلق لله فالأكثرية الساحقة بل الكل تقريبا، لأن اللي خرج على هذا الإجماع ما يجيش واحد أو اثنين أو ثلاثة، فالكل يقولون بحرمة التعامل البنكي، وأن كل مال يأتي
يأتي عن طريقه زائد عن مالك فهو ربا، لا شك في ذلك. أما السيف والطريقة وتأصيلها سنتكلم عنها في آخر المحاضرة، خاصة بقى المرة دي هتكلم في أنواع الربا الأخرى، هتكلم في البنوك خاصة المحاضرة الجاية. وأترك الآن المكان لأسم لنا الدكتور محمود رشدان رئيس اتحاد الطلبة في أمريكا، جزاه الله خيرا، هو من معنا إخوان له النشاط إسلام الجميل، أنا أحببت أن يتكلم معكم فيه وباقي على العشاء ثلث ساعة، فأرجوه ليتكلم وإن كان هذا الوقت ليس كافي، لكن جمعية الإصلاح علمت ستعمل ندوة من أجل يتكلم فيها، فنبقى كلنا نحضرها إن شاء الله بعد ما يعلن عنها نحضركم عنها وكلنا نبقى نحضرها. هذا الواجب. والصلاة والسلام على محمد أفضل الأنبياء والمرسلين. واتقي قدري واتقي لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا أمري. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس لشخص ضعيف من بلاغة مثلي أن يطلق محدثا لكم بعد فضيلة الشيخ حسن وبعد هذا الدرس النافع الذي كتبت منه كثيرا، وأقدركم عليه، وأود لو أن مثل الشيخ في فقهه وفي علمه متوفر بين المسلمين في امريكا الشماليه، ولكني اريد في هذا المقام ان اذكركم بصدق قول الله سبحانه وتعالى: اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. فان الناس يدخلون الان في دين الله افواجا، واين ايها الاخوه في معقل من معاقل الكفر، في معقل من معاقل الاستعمار والعدوان على المسلمين في امريكا الشماليه. فكيف يكون الاسلام إلى قلوب من لا نظن أنهم يعرفون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يدخل الإسلام لأنه عقيدة صالحة، لأنه عند الله خالق الأكوان، ولأنه فطرة الله التي فطر الله فطر الناس عليها. فأنا موكل أيها الإخوة باعتباري مسلم أخ لكم وباعتباري رئيس اتحاد الطلبة المسلمين في بلاد القهوة كندا أن أضف إليكم تحيات إخواني لكم من تلدهم أمهاتكم وأكثرهم لا يتكلمون لغتكم، ولكن ماذا يجمعهم بكم؟ تجمعهم بكم رابطة العقيدة والدين، لا رابطة الاضطراب والدين. وإنه أيها الإخوة والله أنه لا رابطة أقوى من العقيدة ولا عقيدة أقوى من الإسلام. الله الذي لا إله إلا هو، إن الإسلام سينتصر وإن لا إله إلا الله محمد رسول الله ستنتصر في أمريكا وفي كل بيت من أمريكا وعلى أيدي شباب من الكويت ومن الأردن ومن السعودية ومن باكستان ومن الهند ومن واشنطن ومن نيويورك ومن لوس انجلوس ومن افريقيا وهكذا. هؤلاء الذين يصدق فيهم قول الله تعالى: ان شاء الله لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبكم ولكن الله الف بينهم. ايها الاخوه، الاسلام ينتشر في امريكا ويدخل في الاسلام لا يعادل مئه شخص في تلك. هذا بالاضافه الى المسلمين الذين جاءوا الى امريكا لطلب العلم او لطلب التجاره او حربا،
من اضطهاد الفتوات المدعية بالإسلام. وإذا الآن في أمريكا أيها الإخوة ما يقرب من كرامة هذه المسلمين، ومن هؤلاء 3 ملايين ما يقرب من المليون ممن قبل الإسلام من أهالي البلاد الأصلية، ممن لم يروا مكة ولا المدينة ولم يقرأ القرآن إلا عن طريق اللغة الأجنبية اللغة الإنجليزية. فأنا إلى أن أقرأ أريد أن أنقل إليكم رحمة هؤلاء وأخوتهم السابقة لكم، وأبشركم بأننا إن شاء الله ونحن سنة ولكننا سنة كفرة سننقل الإسلام إلى كل بيت في أمر، لأن الدعوة الإسلامية فرض عين على كل مسلم، وأنه فرض في أفراده في رقابه. نعم كثير منا ذهب إلى أمريكا ليطلب العلم أو ليحصل شهادة، يسمى ماجستير يسمى دكتوراه، ولكن ما قيمة هذه الدكتوراه؟ ما قيمتها؟ ما قيمة هذه الشهادة مع شهادة العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما قيمتها في الميدان يوم القيامة؟ حافظ الله الله يقول أنا تساوي عند الله جناح بعوض، ولا تساوي في قلوبنا نحن الذين هو أي شيء مقابل هذه العقيدة ومقابل هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في ذكر البلاد التي لا يعبد فيها الله ولكنه يعبد في بيوت المسلمة الآمنة إن شاء الله. قرأ إمامنا المغرب سورة التكاثر وآخر آية الهاتف التكاثر ثم العتب ثم تسألون لهم أين آمنين. أيها الأخوة والله إنكم وإنما لا يسألون أين آمنين. رأيتم وأسألكم الحمد لله في معين، فماذا أنتم صانعون به؟ أتنفقونه في سبيل الله؟ أم تكتبونه مثوى بتعظيم جبانكم وجنوبكم لا سمح الله؟ ثم قرأت الرقم الثانية والعصر إلى الإنسان التي تفر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا مما كان يسأله الطيب بارك الله فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا ممن يتواصون بالحق وتواصون بالصبر. فأريد في 5 دقائق أيها الأخوة أن أعرفكم بهذا الاتحاد الذي يقوم بهذه الدعوة الإسلامية في أمريكا. اتفق هذا الاتحاد عام 1963 ميلادية عن 1980 هجرية من فئة قليلة من 5 طالبا كانوا يدرسون في ولاية أمريكا، فرأوا أن ليس للمسلمين رابطة ولا مؤسسة ولا جمعية ولا أي شيء على شكرتهم، فشعروا منذ النقطة الأولى بواجب التنظيم وواجب الإسلام الإسلامي، فتنادوا الأمر مؤتمر أسس على أثره ما يسمى باتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا، وكان أول مؤتمر إسلامي يحضره 15 شخصا لا فقط لا غير. ولكن الآن والحمد لله بعد مرور 12 سنة على تأسيس هذا الاتحاد، وبعد مرور أيام وساعات وسبوع من عمل المخلصين الجادين في سبيل الله، يضم الاتحاد في رسوله أكثر من 5000 مسلم ومسلمة من جميع أقطاع الأرض، منهم الأطباء ومنهم العلماء ومنهم الدكاترة ومنهم قبات البنوك ومنهم المهندسين ومنهم من كل فئات الناس، ومنهم الاسود والابيض ومنهم السياسيين ومنهم غير السياسيين ومنهم المتكلم العربيه وغير ذلك كثير. كان السيد يذكر يتكلم عن الربا.